قالت السلطات الكندية إن عدد حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء مقاطعة كيبك انخفض مع سيطرة رجال الإطفاء على الحرائق في بعض المناطق. وأشارت السلطات الكندية أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية انخفض إلى 44 من 72. وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق ربيعية على الإطلاق مع 431 حريقا ناشطا بزيادة 5 عن يوم السبت الماضي.